عاشوراء عند الروافض وعند النواصب. الروافض هم الذين عادوا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآلوا آل البيت، يعني أحبوهم. أما النواصب فهم الذين ناصبوا العداء للحسين رضي الله عنه ولآل البيت. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، قال: فاتخذته الرافضة، أعني يوم عاشوراء، يوم مأتم وحزن واختلاق للآثار والأناشيد التي يتوصل بها إلى سب السابقين من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: واتخذته النواصب الذين نصبوا العداء للحسين ولآل البيت رضي الله عنهم، اتخذوه يوم عيد ويوم فرح، فاختلقوا آثارا، وتبعهم في ذلك بعض جهلة أهل السنة، فاختلقوا آثارا في يوم عاشوراء، من بينها من وسع على أهله في يوم عاشوراء، وسع الله عليه في سائر سنته. وحديث آخر مختلق موضوع: من اغتسل يوم عاشوراء لم يمرض ذلك العام. وكذلك الحديث المختلق الموضوع: من اكتحل في يوم عاشوراء لم ترمد عينه في سائر سنته. فكلها أحاديث مختلقة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فقابل هؤلاء الشر بالشر، والفساد بالفساد، والبدعة بالبدعة، وكلتا الطائفتين مخطئة مخالفة للسنة.